أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحلقتنا الجديدة لليوم. بهي الحلقة مثل ما لكم شايفين اشترينا مجموعة من الخشب، بدنا نركبهم من داخل المزرعة من جوا. طبعا بكرة بالشتاء صار في مطر ما تفوت المي علينا لجوا ومشان الرطوبة. وهلا بهذا الفيديو حنركبهم كلياتهم، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. لا تنسوا تحطونا لايك وسبسكرايب لهي القناة.
Thank you.
وهلأ وصلنا لنهاية الحلقة أصدقائي. مثل ما شفتوا ركبنا الخشب كله، حطينا السيليكون، ثبتناه بالبراغي، حطينا شوية مفاصل، وهيك بتوقع صارت جاهزة وكاملة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولا تنسوا تحطوا تعليقاتكم والاشتراك، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك إذا عجبكم الفيديو، وانتظرونا بالحلقة الجاية.